لو الحكاية فيها إن فيجو. الحمد لله نتفك الحظر عن السفر لمصر، وأهم حاجة كان يهمنا مجموعة الأمريكان دول، يعني تعتبر برضو من المجموعات المهمة جدا في زيادة الدخل وسياحة إلى حد ما برضو مطلوبة على نطاق السياحة الموجودة هنا، سواء كانت في الأقصر، سواء كانت في أسوان، سواء كانت في الغردقة أو في دندرة. هنا الامريكان دول عددهم 19 واحد. انا في الاول اعتقدت انهم سياحه عاديه امريكان وفرحت جدا، ولكن لما فوجئت انهم ترافل ايجنتس يعني اصحاب شركات سياحه، يبقى كده ده رساله ما بعدها رساله طمانينه للعالم كله، لامريكا بالاخص، لانه الحقيقه ده الكتله الاساسيه. لما امريكا تقول انا فكيت الحظر، اغلب الدول الاوروبيه برضو بتمشي على هذا الكلام. لما يجي لنا بس مجموعه ترافل ايجنتس اصحاب شركه سياحه، دي في حد ذاتها حاجه يعني بسم الله ما شاء الله. انا ما اتصورش مدى فرحتي النهارده شكلها ايه. فيجو.